أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث آخر. عالم الحملات الانتخابية طالما كان بعيدا عن الأضواء والتشبه الضبابية، فرجل الحملات الانتخابية يدخل أذهان المواطنين ليصقل لهم سياسة ما أو يرسم لهم ملامح نجم جديد. غاسل للأدمغة أم رجل المبادئ والأيديولوجية؟ راسم الشخصيات المستقبلية أم دافن لطروحات سياسية؟ ضيفنا اليوم هو مدير للحملات الانتخابية ومستشار استراتيجي بدأ مسيرته إلى جانب نتنياهو ليصبح اليوم من ألد منتقديه. كان إلى جانب غالبية القادة في إسرائيل في حملاتهم الانتخابية. ضيفنا اليوم هو إيال عراد، المستشار الإعلامي والاستراتيجي ومدير للحملات الانتخابية. نلتقيه اليوم للحديث معه بحديث آخر. في عام 1958 ولد إيال أراد في مركز إسرائيل لعائلة تعمل بمجال الصحافة. بعدها ب18 عاما تجند لوحدة المدرعات في الجيش الإسرائيلي. بداية الثمانينيات أصبح المتحدث باسم البعثة الإسرائيلية للأمم المتحدة إلى جانب السفير نتنياهو. بعدها ب4 سنوات عاد مع نتنياهو من الولايات المتحدة ليصبح مساعده كنائب وزير الخارجية. في عام 1996 قاد حملة نتنياهو الانتخابية ضد شيمون بيرس وفاز بها. بعدها بعامين قاد الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون وفاز بها. وفي عام 2006 قاد حملة إيهود أولمر ضد نتنياهو وفاز بها. بعدها ب3 سنوات نجح بالحملة الانتخابية إلى جانب تسيبي ليفني، لكنها لم تنجح بتشكيل الحكومة. واليوم يعتبر إيال أراد من كبار المستشارين السياسيين ومديري الحملات الانتخابية. أهلا بك في البداية سيد إيال أراد في قناة أير 24 نيوز وفي برنامج حديث آخر. أنت ولدت عام 1958 لأب رجل إعلام ولأم معالج نفسية وحتى لشقيقة رياضية. كيف أثر البيت عليك في البداية؟ عندما تولد في بيت الذي يوجد فيه إعلام فيحدث أمران. الأول، البيت مليء بالأخبار، ما يحدث في العالم والدولة، فهو موجود على طاولة العشاء، فهو عمل الأهل. الأمر الثاني، التقي بالسياسيين من جيل صغير، شيمون بيرس المرحوم في الجيل السابع، كنت أحضر مع الوالد لجلسات الحكومة، لجلسات الحزب، حزب رافي، وكان الجلسة لجنة بقيادة شيمون بيرس الذي كان يتحدث عن السياسة. لذلك ليس لديك وجل أو خوف من السياسيين، فأنت تتعرف لها علي تتحول لحيوان سياسي. بعد ذلك ذهبت إلى الجيش الإسرائيلي، وفي الآونة الأخيرة حصلت على رتبة رفيعة في الجيش برتبة مقدم. ماذا فعلت في الجيش الإسرائيلي وكيف أثر عليك الجيش؟ على مدار السنوات كنت ضابط في سلاح المدرعات. لما أكون في وظيفة رتبة مرتفعة كنت قائد كتيبة. عندما أصبحت عجوزا عن الصعود على الدبابات أخذوني للمتحدث باسم الجيش والآن ولوظائف أخرى في مجال الذي أعمل فيه، ليس في التحدث إلا في مجال التفكير الاستراتيجي. نعم، وأنت كنت أيضا عضو في مركز حزب الليكود. لماذا اخترت حزب يميني كحزب الليكود؟ كنت عضو في الحزب وليس عضو في اللجنة المركزية في العام 74 بعد حرب الغفران، وكانت هناك النقاشات الكبيرة بين اليمين واليسار، وهل وجود اليهود له حق في التواجد وماذا ممكن، وبداية حركة الاستيطان وجوش إيمونيم. لا أعرف لماذا، لكن أنا رأيت أن هذه الآراء كانت أصح قبل صعود بيغن للحكومة، وكنا في المعارضة، وكذلك يجد لدي ميل أن أتواجد في المعارضة. في عام 1985 جاء بك نتنياهو الذي كان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة لتصبح الناطق بلسان البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة. لماذا اختارك نتنياهو؟ ولماذا جاء بك إلى هذا المنصب؟ وكيف كانت العلاقة بينكم؟ بدأت العمل مع نتنياهو
بأوم في الأمم المتحدة بالصدفة، عمل بوظيفة طالب جامعة وعينني حينها، كانت لدي خلفية في الإعلام وكانت الآراء المناسبة من جهته، ولم يكن في السياسة الإسرائيلية حينها، واستمرت معه في طريق طويلة، واعتقدت أنه قائد الذي سيقود الثورة الجائدة وحزب ويأخذ الأراء السياسية للعصر الحديث. وعندما تم اختياره لرئيس دولة فكانت لدينا نقاشات وانفصلنا. الكثيرين يسألون لماذا وأنا لا أجاوب ولا أجيب، وهي والسبب عندما تعمل مع السياسيين لديك مشاكل ثقة، أنت تعرف كل التفاصيل الصغيرة والالتزام الأخلاقي أنت لا تتحدث عنها، حتى لو أنت لا تعمل معه أو حتى أصبحت ضده ولا تتحدث عليها، وأنا أحافظ على هذا على هذه الأخلاقيات، مثل الصحفي الذي لا يكشف عن مصادره أو السياسي كذلك، كذلك المستشار السياسي يجب أن يحافظ على السرية. بعد ذلك بثلاث سنوات عدت إلى إسرائيل، وبعد ذلك عاد نتنياهو، ونتنياهو أصبح نائب وزير الخارجية واخترك لأن تكون مساعده بهذه القضية، وهذه الفترة كانت ما بين الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو. كيف كان العمل إلى جانب نتنياهو في وزارة الخارجية؟ تعالى نقسم الفرح. الوزارة الخارجية كانت الانتفاضة الأولى حتى وصولا حتى حرب الخليج الأولى وصواريخ صدام حسين على تل أفيف ومؤتمر مدريد، والمرة الأولى التي يلتقي فيها الإسرائيليون والفلسطينيون على طاولة واحدة مع أعلام ورايات، ومرة الأولى ليلتقي الفلسطينيين وبدأوا التحديث عن اتفاقهم، وكانت هنا الاختراق في مؤتمر مدريد، وأحد قمة اللحظات القمة اللي كنت في حياتي المهنية كانت مؤتمر مدريد، وكنت فخور، وكان نتنياهو عقد مؤتمر صحفي لكل العالم العربي وتم بثه في العالم العربي بدون رقابة بدون أسئلة متفق عليها، وفتح المجال للأسئلة لمدة ساعتين ونصف، كان جدا وتم بثها في الكثير من المناطق العالم في مدريد، بدأت مسيرة التي لم تتم حتى الآن للتصالح أو تفاهم بين الشعبين الذين يتقاسمان هذه الأرض. بعد ذلك تحول للمعارضة وأصبح رئيس الليكود، وكنت مستشار طيلة هذه الفترة خلال المعارضة حتى أتت فترة أوسلو، واعتقدنا حتى هذه اللحظة حتى اليوم نعتقد أنها غلطة كبيرة لإسرائيل، ليس بمفهوم المصالحة أو لكن ما الذي أحضر جلب الإرهاب لداخل البلاد. قبل أوسلو لا تكون هنالك بساطة تفجر، ولم يتم إطلاق النار من بجالة على جيلو، ولم يكن إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل. هذه الأمور أكثر أمر اعترضنا عليه قضية أوسلو. حتى وصولا حتى انتخابات لرئاسة الحكومة في 96. نعم، لهذه النقطة. ومنذ ذلك الحين بعد التسعينيات أصبحت مدير الحملات الانتخابية ومستشار إعلامي واستراتيجي، وفي عام 1996 بعد مقتل رابين، كيف نجحت في هذا الأمر في عام 96 بالرغم من الهجوم على نتنياهو وعلى أطرافه؟ بداية رابين المرحوم أحد أصدقاء والد المقربين، وكان في زواجه، وماذا عملنا؟ تحريض على مقتل رابين هو عدم فهم الديمقراطية، اعترضنا على السياسة، أردنا تغيير سياسة رابين، ولا واحد منا فكر أو حلم حتى مس برابين بشكل شخصي وبهذه الطريقة. هذا أمر صادم، وهو
هو وصمة عار على الشعب الإسرائيلي حتى اليوم التي يجب أن نأخذها بالحسبان خلال أي نقاش سياسي. فالنقاش هو بالكلمات وليس بالبنادق أو المسدسات، وهذا صحيح للأمل في اليمين وفي اليسار. وأعتقد أن نتنياهو وفرح جدا على تصريح نتنياهو، أن تصريح نتنياهو بخصوص الخيانة غير مقبولة، كلمة الخيانة غير مقبولة في النقاش السياسي من الجهة اليمين أو اليسار. ممكن النقاش، كانت الفترة فترة قاسية، لكن في النهاية الجمهور الإسرائيلي أراد التغيير وفهم ما مشاكل أوسلو، ورأى أن أوسلو لم يحسن الإحساس بالأمن في إسرائيل، بل أساء له، بل أحضر لنا منظمة التحرير الذي يحارب الإرهاب، لكن حصلنا على منظمة التحرير وزاد من الإرهاب. من أوسلو حتى بداية الانتفاضة الثانية كانت مسيرة للوعي أو الاستفاقة، أنه إذا أنه لا يمكن إجراء سلام مع هذه المنظمة، ممكن إجراء سلام أو هدنة مع منظمة التي حتى لو كانت عدوة لك، لكن أن أرادوا سلام. لكن هذا ما بدأ الجمهور الإسرائيلي فهمه في بداية مسيرته، بدأت في 96 وحتى وصولا حتى العام 2001 في فترة باراك وصعود شارون للحكم، أن التقدم نحو السلام ليس أننا نتعانك ونرقص وندبك في الشوارع، لكن آسف، لكن عندما كيف ممكن كيف تمارس العقارب الحب؟ نعم، وربما حذر وما يذكر في هذه الانتخابات أيضا قضية اعتراف نتنياهو بخيانة زوجته، وجميع تحدث عن تسجيل شريط فيديو كنت إلى جانب نتنياهو في هذه الفترة، هل تذكر هذا الأمر؟ بالطبع. أعيد عليك السؤال مرة أخرى، في هذه الانتخابات نذكر الجميع اعتراف نتنياهو بالخيانة لزوجته والتسجيل شريط بعد أن هدد بتسجيل شريط فيديو، هل كنت إلى جانب نتنياهو في هذه الفترة؟ مرة أخرى لن أدخل في هذه التفاصيل. الجمهور الإسرائيلي الجمهور واعي ليقرر في هذا الانتخاب، يتناول الأخبار الصفراء، جميعنا نحبها، أي نعم، لكن نسبح في هذا المستنقع، لكن القرارات لا تتم هنا. لا تريد أن تقول لي لماذا بعد هذه الانتخابات وبعد جولاتك مع نتنياهو تخاصمت معه؟ هل الأمور شخصية أم سياسية بشكل عام؟ أنا لا أدبر على ذلك، لن أتطرق لهذا. لماذا بعد ذلك قررت إدارة الحملة الانتخابية ليتسحق مردخاي الذي يعتبر في نهاية المطاف خيبة أمل في إسرائيل؟ كانت حملة التي لم تنجح، أخذ على نفس المسؤولية بسبب عدم النجاح، اخترنا استراتيجية سياسية غير صحيحة وأعدت الأموال. الحملة كانت لم يتوجه التي اهتم بها الجمهور، بل اهتم بما يتعامل به السياسيون، وهذا فرق. وأنا أكتب عليه كتاب أن الكثير من السياسيين لا يفهمون أنهم يعيشون في داخل الدائرة المغلقة من الكنيسة للمقاهي في تل أبيب وشارع واحد، يتحدثون بالتليفونات الأحد مع الآخر. غالبية الأمور التي يتعامل معها من الأمور تعيينات والأمور السياسية لا تهم الجمهور. نحن تحدثنا مع إيتسيك مردخاي كيف أنه ينجح نتنياهو وبراك لاي، هذا الأمر لم يهم الجمهور، حتى زوجتي لا يهم، زوجتي هم من أولادهم أطفال والأمن والمدارس والإرهاب والخوف من صعود الحافلات. لم نتحدث عن مشاكل الجمهور، بل تحدثنا عن مشاكل السياسيين، وكانت هذه الغلطة وأحد الأسباب المركزية لعدم نجاح حزب المركز. لم تتحدث تتوجه للجمهور بلغته أو بما يهمه، والسياسي الذي لا يفهم ما يهم جمهوره لا
يمكنه النجاح إذا تريد مثال معكوس لماذا لا ينجح ترامب كون ترامب فهم مشاكل الشعب الأمريكي الذي لا يعيش في المدن ولا يتحدث عن العولمة وعلى الثقافة وإنما يتحدث عن العولمة بل على المدن الصغيرة وحلمه بإرسال ابنه للكليات وبينما كل أمواله تذهب للفقراء والمكسيكيين ولهذه الشريحة هو توجه و بسببهم صعد للسلطة وهو يتحدث بلغتهم وعلى هذا لديه شعبية في أوساطهم حتى اليوم أي نعم أي نحن المدنيين العولميين النخب نشعر بالقرف من طريقة حديثه هذا لا يتحدث لا يقول شيء بالنسبة له هذا التربية الأخلاقيات أو لا يهم ليس ذي صلة بما يفكر به الجمهور وما يتحدث عنه نعم سيد أراد سوف تبقى معي أعزائي المشاهدين سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعد لمتابعة هذا اللقاء ابقوا معنا